ثاني حصة لمساعد المدرب الجديد مصطفى بزاع، من خلاله نود أن نقدم صورة إلى الجمهور الوفاء الرياضي الدريوش. السي مصطفى بزاع، أول سؤال، من هو مصطفى بزاع؟ مرحبا بالموقع الإلكتروني ومرحبا بنا في الفريق وفاء الدريوش اللي كنتمناو أنه يكون من ولما تنسمعوا أنه عنده مستوى كبير وأنه سيرين في المستوى وفريق حي العهد، ولكن حرق مراحل كثيرة باش يوصل لهذا المستوى ديال الهوات. مصطفى بزاع لاعب سابق لفريق نادي القنيطري، تدرج بجميع الفئات ديال نادي القنيطري من الصغار الى الكبار، في القسم الوطني لعب موسمين في القسم الوطني الاول مع نادي القنيطري، من بعد لعب في النهضه القنيطريه في القسم الوطني الثاني مده 7 سنوات، من بعد لعبت في نهضه تيفلت في القسم الوطني الاول هوات، من بعد ذلك لعبت موسم في المحمديه، ومن بعد ذلك تسالت المسيره الرياضيه لي وتحولت لميدان التدريب. يعني من بين الفرق اللي شرفتي عليهم خلال الفتره ديالك كمدرب؟ الفتره دابا كتمتد من 2009 الى يومنا هذا. الوغ 2009 كانت نهضه قنيطريه بالقسم الهوات، 2010 كمدرب رئيسي للفريق، في 2010 جمعيه افريكا سبور بالخميسات، 2011 نهضه تيفلت قسم الهوات، 2012 هذا عامل بالقصيري قسم الهوات، و2013 جمعية المنصورية ونهضة تيفلت. يعني من خلال تواجدك في فترة قصيرة ربما أجريتها حصة وحيدة منذ التحاقك بوفاء رياض الدريوش، لم نستطع أن نطرح أكثر من سؤال، وهو هل يمكن أن تقول لنا كيف وجدت الوفاء رياض الدريوش بدنيا؟ من خلال أول حصة لدينا البارح، بدا اول حاجه قبل ما نطرق على الجانب البدني على الجانب التنظيمي، هناك تبان لك بان كاين نظام، الفريق يسير بنظام وانتظام، الامكانيات وسائل التدريب متاحه، كل ما يخص الكرات والوسائل اللي كيحتاج اي مدرب متاحه، اون جينيرال الجو العام كاين ديال كرة القدم. بالنسبه للجانب البدني اش غنقول لك، الجانب البدني ما يمكنش تحكم على الجانب البدني في حصه او حصتين، وما يمكنش تحكم عليه خلال مرحله، حيت كاين دي سيكل في الجانب البدني، كاين دي سيكل ممكن يكونوا في حيت يلاه تحقق بالفريق، ممكن يكونوا في ان سيكل اللي في لافيوت كيتسمى في اللغه كره القدم لافيوتاج، يعني كيكونوا انسان تي هابط لو نيفو فيزيك، مع المده وفي راميزا غيكون مع المده راه غادي يكون واحد الصعود في الجانب الفيزيك. وعلى العموم فريق الجانب في اللياقه البدنيه اللي مشنا البارح مقبول جدا. اذا كان معنا مشاهدينا الكرام مصطفى زع المساعد المدرب الجديد للفريق وفاء رياضي، شكرا جزيلا. مرحبا، شكرا.